نختم بشأنها الأمني، حيث انطلقت اليوم 6 سبتمبر 2016 بالنادي الوطني للجيش، انطلقت الورشة التقنية المخصصة لمشروع إقامة منشأة وطنية للمعلومات الجيوفضائية، والتي ستدوم إلى غاية 7 سبتمبر 2016. وتنظم هذه الورشة في إطار أشغال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى المكلفة بهذا المشروع. ونيابة عن الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف اللواء زرات شريف، رئيس دائرة الاستعلام والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، على مراسم افتتاح هذه الورشة التقنية التي عرفت مشاركة ممثلي الدوائر الوزارية المعنية وكذا المنتجين الأساسيين للمعلومات الجيوفضائية ببلادنا، حيث أكد في كلمته على الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع إنشاء منشأة وطنية للمعلومات الجيوفضائية.